السلام عليكم، اليوم جايبكم مقطع جديد. اليوم مقطعنا مع ريون وس وش كرت سحبتك ذيك اللي ما في تذكرها. من فينا ما يحب الهدايا، ومن فينا ما يحب الخصومات. اي مكان تشتري منه راح تدور خصومات. تخيل لو اجتمع اثنين مع بعض. نفس ما انتم عارفين اطلقت انتل فعاليه جيمر دايز، فعاليه ضخمه وفيها خصومات هائله. بتعاون مع انفني ارك بيقدموا لكم انفني ارك كل يوم جائزه من بي سي، من كراسي جيمنج، من سماعات، من كيبورد. فوق هذا كله كوبونات. ما هي اي كوبونات؟ كوبونات خصم قويه ومحدوده. طيب كيف اشارك في هذه الاشياء كلها؟ تابعوا مع الانستغرام وراح ينزلون هناك المفاجات والجوائز والكوبونات كل شيء هناك. فتابعوا انستغرام، الرابط حقهم في الوصف. نيجي عند الشيء الثاني، من فينا ما يعرف انتل؟ طبعا اول ما نفكر في البي سي نفكر بمعالجات انتل، سواء i5 i7 i9، ولو نفكر بالمعالجات الجديده بنفكر بالجيل ال12 اللي هو اخر جيل نزل من انتل. معالجات جدا قويه وسريعه ومناسبه للجيمر، سواء الاشخاص اللي يلعبون العاب او الناس اللي يفكرون بصناعه المحتوى سواء ستريم او يوتيوب. راح يناسبكم جدا معالجات انتل الجيل 12 الاخيره. واذا حبيتوا تشترون بي سي او اكسسوارات او قطع عندكم انفني ارك، طبعا في كل ميزانيات، سواء ميزانيه قليله ميزانيه كبيره جدا، راح تلقى هنا كل الميزانيات. مسوين عروض جباره جدا، خصومات جدا قويه. يعني هنا مثلا البي سي هذا كان قبل 5700 تقريبا، الان صار ب 4400 او 4390، خصم حول 1200 ريال. انفني ارك عباره عن موقع متكامل، تقدر تاخذ منه كل شيء يخص ستريم، اليوتيوب، الجيمنج. تبغى تاخذ لك بي سي مع كل الاغراض، سواء كرسي، سواء ماوس، سواء كيبورد، سواء شاشه، الاغراض كلها هذه راح تلقاها في انفني ارك. وكذا خصومات قويه جدا، رابط الموقع بالدسكربشن، تابعوا على انستغرام وموقعهم تحت. شكرا لانفني ارك لرعايتهم هذا الفيديو، وانا مبسوط جدا اني رجعت على لهم من جديد. موقع جدا رهيب شهادتي انا. يعطيكم العافيه، خليك مع المقطع. اليوم راح نلعب ماب 200 ليفل سمر رن، يعني ما بالركض الصيفي، او خلينا نقول باركور الصيف. خلونا نبدا من هنا، مثل ما تشوفون حاطين مويه، يعني يقول لك عيش اجواء الصيف. خلونا نبدا من هنا. احنا في الرياض هنا. او فاين سيكريت هاي ليفلز كيب لوك اوت، يقول 20 توتال. مثل هذه زابنا. اوكي طيب ابغى اخذ هذه. طيب هذه كولكت 1 كوين فور ايتش ليفل. اوكي اوكي طيب خلينا نشوف. ولا خلينا نشوف في موت. طبعا في افخاخ في موت. اوكي اقل موتات والفايز. المرات اللي راحت كم قلت لك؟ مره راحت 200 دولار، مره اللي قبلها 300 دولار. اوكي مره هذه بجمعها بثنتين، لك ما فزت ولا واحده فيهم. 500 دولار اذا فات ريال. ايزي لعب. ودي اتحداك اقول 1000 بس والله ما نقدر يعني. يا جبان شوف ما فزت علي ترى من زمان ريال. بجلدك الحين. اوكي كنت بتمشي. خلها على 500 دولار افضل. قايل لك بفوز عليك. استر. كيف؟ اوكي. حلو. هذه الشيء. وش ذي؟ اوه. يقطع بليس حظك يا شيخ. يقطع بليس حظك. اوكي يا رب يطيح. ما في اسلحه لقاه. ايش فيك؟ اوكي. ايش جاك؟ موت. لا الله. وش جاك انت؟ ايش قاعد تسوي من تحت ولا من فوق؟ والله يشوف شيء يخصني. نفس اللخمه هنا نطه. اوكي نطه. حلو يا اخي، رهيب الماب، الوانه جميله، الوانه غريبه. حلو. اوكي روح اصبر. الحمد لله ليت مات. اوكي لا راحت السرعه. ايش فوق؟ هلو. والله العظيم ما انتبهت لها. تبي صدق؟ ملاحظ تركيزك كان تحت. اشياء غريبه، اول مره اشوف ذي الاشياء والله. حتى انا والله شوف هذا كانك ايش اسمه؟ ايش يسمونها ذي؟ حقت كيف حالك؟ من قالي؟ اقصد ذيك حقت الملابس النشر، ايش يسمونها؟ ايش اخبارك انت؟ طيب خلاص. والله في نوع. بغيت اجيب ام العيد. راح وش اللي راح؟ وش النوب؟ يعتمد على نقطات. ايه هنشوفك بعد شوي. لو لا ركض ولا جنب ولا اله الا الله. وين المكان؟ هنا هو. جهز ال 500 دولار بس. لا باذن الله. طيب شوف يمين درب غانمين ولا يسار؟ انا اقول يمين. والله شوف. ولا كلها شكلها كلها ترى. والله ما اروح مع الثاني. نط عادية. والله فلسفة. هذه طعم الفكرة. حلوة. قطع ام الفكر. اوه رهيبة. اوكي نشوف هنا. اوه تتحرك. والله قاعد ادور شو اسمه ذا بونسرز وذا. اوكي تذكرت وشو؟
$500 بالطين يا شباب. باخذها اباخذها. نطيت نطه عاديه صح؟ نطه عاديه اي ما يحتاج. كيك طعم الفلسفه. قلتش مره. السلام. ايوه. لا دقيقة في شيء. ياه. الله. لا. الحمد لله. ما خذيت انت السيكريت؟ يلا امشي. لا. بالله. لازم. والله زيادة هذا. ترى تنحسب ها؟ تنحسب ايش؟ ايش قاعد تسوي انت؟ والله العظيم ما ادري ايش قاعد تسوي. انا قاعد اخربط من بداية الماب ذا. صار قلت يا شباب. مت؟ هي مت للاسف. تكفى. اوكي. والله قلتشني. ثاني مرة سلوم. اوكي. موت كثير تكفى. موت كثير. والله العظيم حرام قلت شلون وصلت انت؟ سبام صح؟ سبام. والله. يطيح. تكفى. يوووو الحمد لله. كيف مات ذا؟ اقطع بليسك يا شيخ. ما هنا. ما اقدر اختصر. الا والله. والله العظيم توقعتها بتذبح. اوه الحمد لله. توقعتها بتذبح اقسم بالله توقعتها بتذبح. وش ذا؟ ويصدف. اوكي ما ادري ايش صار معك انت بس اوكي. وش ذا شفت حاط؟ حطشت. مقلوب طشت مقلوب. وش ذي الاشياء من وين جت ذي؟ والله كيف. شو الحمد لله يا ربي. والله العظيم اشياء غريبه قاعد تصير حرفيا. انا ما ادري كم مت وما ادري كم ريان مات وللحين ما لقينا سيكريتس الا واحد. اوه شوف هذه. اركب ما بركب بطيح. لا يلا تعال. اوكي يا لب خويا ما يخلي خويا. لب خويا بيموت مع خويه. مت انت؟ مت ايه. اقطع بليز الحاله. الو الو الو. غش والله غش. مفروض انك ميت يا سلوم. والله هذا شيء خصني. انت تدري انك يمديك تسبح هنا؟ انا ما دريت. هذه مشكله. ما دريت والله العظيم. دي جي ايزي. بعدين ليش ما في دار؟ كان السرعه قبل شوي الله ياخذ بليسه. هذه بتبهدلني انا عارف. اوف الحمد لله. لا اقطع من التبليك. لا نفسك والله تبلكت. اي من اليسار نفسها. اي اوكي يا رب. هلا كيف رقيت موقف؟ يلاحق المفروض ما يفوز. والله المفروض ما يفوز. قلودي ها. والله يا مشكله. جينا لعبتي. يعطيك العافيه. شكرا جزيلا. في شيء تحت هنا. هذا كيف؟ والله هنا ما اعرف. والله توقعت اني بموت بس الحمد لله. والله اني ما شفت هذا. الحمد لله. يا غشاش. يقول لك من لا وحيله فليحتال. العوب امثال وحكم جديده. اي اكيد. اصبر انا ودي اروح تحت. ليش؟ ما ادري احس في ذاك السيكريت. اوه اشوى. وشو؟ توقعت انه يموت. لو ما تكلمت اقسم بالله اني طايح. اي انا ارتحت. اوكي يعني. خلينا نشوف. لا سي يا غشاش. مو ما ترجع الله. يا رب ما ترجع. يا رب الحمد. ايش قاعد تقول؟ صار والله اني اسف شباب في النوم والله وصلت ما قبل النوم. انا وين قاعد اروح انا؟ في شيء تحت شوف. لا تحت. انا اخذته والله العظيم ما ادري وين رحت صدق. اوكي كم عندك سيكريت بيرميد؟ الثاني حلو. ثلاثة ترى تنحسب نقاط ها؟ تنحسب نحذف موتات، إذا عندك سيكريت بيراميد تحذف منك موتات، يعني الواحد كم موتة؟ معك ثلاث؟ اوكي بواحدة. اوكي جاتشو يا رب ما اطيح الحمد لله. هلو لا يا حرام. لا 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 ما نبغى لا هذا ولا هذا. اوكي حاط على شكل قلب لاحظت؟ هذا مو كأنه وجه عيون ابتسامة كل الاشياء غريبه يعني زي اللي قبل شوي قلب. نحن برانا دايخين فلا لا انت معي الحمد لله. اوه انت ورا كذا تمشي يعني بس انتبه للانرجي حق الركض. وتبلك انت يعني ولا ايش؟ والله قاعد اشحن الركض ما احتاج اصلا شحن والله. نسوي بغيت اموت الحمد لله الحمد لله. اوكي والله يا اقسم بالله الكورة غريب والله. يشوف يعني واضح وضوح الشمس. انا اقول روح مع الاحمر جرب ترى ما انت ميت. والله لو في تبليك بس. اوه توقعت المظله تنقز والله. لا مو مع النص امسك الطرف شوي. وانا قاعد اروح مع النص طول الوقت الله ياخذ بيسك. طيب عطني انفو. اهرني ترى الموت اللي تو توضيح نحذفها. والله ما تحذف. يهرني يا شيخ. اسمع سبيس يا ابوي اسمع الجيران.
الحمد لله ما يعطي انفو. اقول له يا اخي مع النص مع النص، يقول يا اخي سهله يا اخي. طيب علمني. $500 على المحك. اه فهمت. مت؟ لا ما مت طبعا، انا اقدم الغشيم والحقه. اها والله العظيم انها كانت سهله، بس ما ادري ايش اقول صراحه. انت كنت مضغوط. ما عليه باذن الله بتنضغط الحين باذن الله. الله يستر الله يستر. تغير الحين الماب صار. وش امه ذا؟ وش ذي الغرابه؟ وش الليفل اللي ما في موت؟ مفوت صديق مفوت. حط انك ميت ثم رجعت. اما حلو ما ادري طلع كانك ميت الظاهر، ما ادري طقك شيء. اوه مصعبها شوي الحين. يلا والله العظيم اني ابغى اسوي فليب. مو فليب، شو اسمه ذا يتمسك. الله يا ربي يموت. ليتس جو. يموت ذا. سلم الله يهديك الله يهديك. انا ابغى اشوف النهايه، ما ابغى اشوف الموتات الحين، ابغى اشوف النهايه. ايه يضحك فيه القم. اوه الحمد لله ما مات. شلون؟ اوكي اوكي ليتس جو. اوكي ليتس جو. رايب ذاك. مت معي؟ لا الحمد لله. طيارات صغيره ذي. انا حسبتها كبيره، طلعت طيارات مره. اوف والله مقلتش، والله مقلتش. الحمد لله يا رب. الاخيره الاخيره نطيت نطسين ربع قسم بالله. كل جلتش اللي صار هذه ما تحرك. اي وقفت واحده، لازم نضمن النط. الحمد لله يا رب الحمد لله. روح كذا اسهل ليفل. فله هذه تحت. ها وش اللي تحت؟ قهر. سهبلند سهبلند. واضح واضح تراك واضح. الحمد لله. وين ال شو اسمه ذا؟ سيكريت. وين الماي؟ اي والله من زمان عنها. من زمان عنها. عاش من شافك. عاش ايامش. الله والله شيء غريب قاعد يحطه قسم بالله. هنا هنا في واحده في واحده في واحده. وراك تعلمني يا فاهي. انا اقول تحت يعني ترى مو فوق. توك تستوعب انه هذا. انا قاعد اقول تحت هنا في المويه عشان تروح للمويه. بس لعلك صار كذا سبحان الله في شيء فوق. صدفة. لا 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 تطنز. لا تطنز لا تطنز. اوكي لا والله شلون واقف معك انا؟ ليش طيحني؟ خسرت الايس كريم رهيبه ما ادري ليه. الايس كريم معي. ايه القهر. لا يا قهر القم. اوكي شفتها شفتها شفتها. قهر قهر شفتها. يناظر فيها القبي يقول قهر. لا انا بشوف تعدي باخذها وبجيك. باخذها وبجيك. اوكي ها ايزي. سبت اطيحها انت يا عيال. والله العظيم انك ماشي على الهواء. والله ام عاد والله تو ندري انها كذا. شف ما شف. وانا اطيح فيك وما علمني. لا علمني ما اطيح من هزه. الحمد لله والله ما تطيح. واو والله شيء غريب بالله شيء غريب. ايزي ايزي الماب ايزي. تأكد هذا الشيء بحر بس اسبح. تبي موت ولا شيء؟ عاد اصبر والله ذي تبقى ام العين. ما اقدر اشوف يا اخي في سيكرت ولا لا في البحر. اوه فيه. ام برجع لك ممكن؟ لا هذا شلون الحين؟ اسبح بعد؟ بعد اي اسبح. ابليس تعمي مره مره والله العظيم تعمي مره. سقعت في الطرف ولعلي هذا هجت شوي يعني. بسم الله بسم الله. الناس الطبيعه طبيعه الناس الطبيعيه تلعب ما بتسكت. حنا لا. شوف هذا قلب، شوف هذا وجه مبتسم. الحين وش قاعد يسوي لنا؟ والله انا لو اعرف حقول لك. وتبني من القو. اي تبي عم الليفل. اوكي اسكم ما يدري عنها الحمد لله. وش هي؟ كان فيها هذا. ما في رجعه. راح بلا رجعه. ايه روح بلا رجعه. كم معك بالله بيراميد؟ هذا شيء يخصني. هذه كذا بس نط. دور انت ادور اي شيء فيه سيكريت. والله خلاص ابغى اجمع. وات شلون تنط؟ هذه ما ادري انها يسار. والله غش. اسمع من معلمك؟ بسم الله بسم الله. اوكي هنا هولد اون هولد اون هولد اون. ما فريندو وش فيه؟ الحمد لله. المهم كيف عديت هذي؟ نط في نفس مكانك وذا. شوف الانفو. انت ما تعطي الانفو ذا. نط في نفس مكاني بعدين. الله يسعدك يا اخي. بس لازم تنحسب موتين على ذا الانفو. لا يا شيخ. خلمك وانت ما تعلمني. خلينا موت 13 موتة. خليني ركز يا اخي. لا ما في. انا سمعت فخ. سويت كل لعبتي. صار. هنا وش؟ اوح والله سويت حريات يعني صراحة. حرياتك وفرها في مخباتك. الله يسعدك. هذه فوق تحت. ذكي 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 ما شاء الله هالولد ذكي. اوكي. نيو جمب خلاص ما صار لها قيمة. ايه مع ذا تسمونه مع ذي الحركه حقت اللي تمسك التسلق. داري داري ان دروبر. انا شو مسوي يعني؟ 50 حلقه 50 مرحله
يسوي زي كذا يغير نيو سكشن. بسم الله والله تصميمه يا اخي حلو والله رهيب ما في تكرار ابدا. بس تبي شيء مكتوم الله مفتوح يعني المكان لكن ما ادري شلون. والله والله انه مكتوم صراحه كذا ذي هي تقرا. خلصنا صار خلصنا نص الماب الحين باقي النص ما ابغى اشوف الموتور خشيل الكهرب اقسم بالله يوتر. اذا ما وتر كيف من شكله يوتر من صوته ومرت تكون صادق اسلم اقطعهم بليز ليه يا اخي ابغى سيكرت يا اخي لا قاعد تلعب السيكرت انت ها طيب ما مخليك بنشبلك اي مكان حتى ما خليتني اتنفس الماب مخنوق وانت خانقني زياده من الزيانه زيانه والله اني مخنوق صدق والله اني اعتذر للتصوير لا 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 فيها نوما اوكي الحمد لله. شو الليفل الغريب والله اني احس اني بطيح يا عيال والله احس اني بطيح يا ساتر لا شو كمت من موته تكفى اوكي الحمد لله حلو لعبتنا هذا وش ذا الرينجز الغريبه ثاني ترى ما دخلت خشيت من تحت صراحه يا رجال قاعد فيها على بالي انها تذبح الحمد لله ما ذبحتني بسم الله اركب يا ساتر واو حقتك والله حرام اوف تبغى تفلسف يا شباب يا عمي عطنا سيكرت مش مرحلة الغريبة كذا نطط بس اي نطط بس غريبة دور سيكرت صلى الله ياخذ ليسك اوكي ايزي 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 وين رحت انت يا ساتر يا ساتر لو كنت قدامي ما ادري ايش صار في شيء تحت في شيء فوق وشو ذا واو اوكي انا قاعد انط على الفخ الله ياخذ بليسك صار طريق من تحت واو الحمد لله لا 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 يا اخي توقعتها نطه من فوق صار لا 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 اوكي هنا وين رحت انت اقطع شكلك انا مدرع من قدام هدي اللعب شوي اوكي والله العظيم ما ادري شلون انا عايش بسم الله بسم الله انت اروح من يمين لا بسم الله ودي اعرف بس كم عندك كون على اساس كم ضيعت انا من واحد كون وش كون ذا بيراميد قمع او بيراميد اني ضيعت واجد لاني دايخ نفس الوضع انا قاعد اقول كلام ما ادري وشو والله مدرع انا سلم ترى اللي خلص اول كمله ايوه شوف القانون اللي توه يحطه على كيفه انا صح المقطع ومنت فايز حتى لو كنت فايز بالعدد الموتات منت فايز 500 دولار لا هذه لازم اخذ فيها عزم ما اثق ابدا الحمد لله الحمد لله الو اوكي هذه كذا والله توتر المويه قسم بالله توتر وين تموت وش هذا العربات؟ ما ادري كذا حاطها شكل خلص الاشكال عنده والله قام يحط اي خلاص خلص كل الايتمات اللي في الكريتيف والله وسلم الو تشوف السرعه الو اوكي اوكي شو هذه كذا يعني اوه سويت انت فعلت فخ اللي بعد هذه صعبه كيف حلو شغلته اوكي الحقه الحقه هاي تحرك رقينا فوق حلو ما في طريق تحت نايس اهم شيء اني اوصل اوكي الحين دروبر كول بارتي كول بول بارتي اوكي باقي 50 ليفل بالضبط لا مو 50 شوف كيف حنا طيب 139 لا والله 139 كيف ما ادري يمكن هل شو اسمه السكشن اطول من اللي قبله عفصني عفصني حرفيا خبزني يمين بالعصفت الحمد لله يا رب الحمد لله الحمد لله الحمد لله وش ده اوه ماي جاد هاي تحرك اللي بعدها ديم اوكي اوكي ما اكره اي شيء يتحرك شوف كيف كيف ما ايه ايه يا ساتر سبب جلتشات عشان كذا كريهه هذا النت ما يقصر ما شاء الله عليه مبسوط انك قد واحده اعطاك علمني كم معك يا اخي كم معك انت جالس كيف تبي بس ما بعض نقولها بنفس الوقت اوكي سلوم لا اخر شيء اخر شيء مر احس معك والد يا اخي طيب هو رقم واحد ولا رقمين بس عشان اعرف بالله عليك اكيد رقمين رقمين؟ اي رقمين ليه؟ اوكي رد فيها والله ترى يمكن العب عليك يعني لا والله من ردك انا اعرفك انت تكون صادق وين رحت انا اوه مويه اشوى وهذا اللي فوق وشو؟ رغم ان الماب بسيط حلو ايوه ما اعرف اتكلم وانا دايخ رغم ان الماب طويل
شفت شفت ذا السيكرت ها؟ ها؟ دعوة ايش؟ دعوة وش دعوة ايش معنى السيكرت؟ وش قصدك يعني؟ رقمين ولا ثلاث ارقام؟ ايش قاعد تسوي هنا؟ والله شوف يعني ذا الجرذي خلنا نشوف ايش ترقينا؟ هنا لازم ها ايش الباركور؟ اتوقع ان القى ال 20 كلها هل تتوقع؟ القى ال 20 ايه لو مش وضعك انت تلاقيها كلها من ما تشوفني تاخرت دور في كل حته انت هذا شلون؟ تريك رح والله نعلى بعد زحلق سخيفة لكن طلعت مو لا لا شوف انت شفت تحت تحت طيب ما اقدر اوف انا خايف اني اموت روح 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 اي بروح بروح ما عليك يا اخي مشكلة قاعد قدامها يا اخي يعني قال غطيت عليها يا الله يا الله انا اقول نكنسل سالفتك انا صاحب مقطع وانا اقرر اذا شفت من طرفي زينه زي زي زينه 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 ريان قاعد اموت ريان اللي تحرك يمين بالله قاعد تسبب الجلتشات ايه اخيرا صار كذا الوضع يعني ما في اي جنب شوفوا شوفوا قلت اشينا حتى بغيت اموت في السبون اها هذا ايش هذا ما درسناه يا رب والله اني على بالي تنط يوصل اللي يوصل اول له خمس نقاط هدية سبحان الله اخي انا الضيف وانا اللي حدد عكست ام الآية ها على كيفه طيب ابغى اشوف من ذا الاحمر اللي حاطينه اللي يعمل عين والله هو يعمي ريان متعديني بالذلين بسم الله وعلى بركة الله اوكي اوكي هذا عادي روق روق المانجا راني على بالي انها تكفى ارجع لي تكفى ارجع لي شوف الانعكاس حقنا هناك تشيز سماج بس يلا قيمه 1 من 10 والله انا اقول التعليقات يقيمون ونشوف والله اني احس بمويه ما ادري ليش مربع ذا اكفى اكفى وي هذا تشامبيون اوه وش ذا وش ذا ركض اخوي عامر والله ما في الا قوه ركض شوف فكس فكس برنت ما عليك صدقني صدق فكس برنت والله فكس برنت انقز ايوه 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 هلا ايه اخي ايش فيه؟ قال لك وين رايح ها؟ ارجع 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 انا رايح فين؟ والله اعطاني اراقة تاني بسم الله خيرا خيرا اني اشم الفوز للفوز كم بقي لك؟ صدق شو كم بقي لك؟ والله باقي واجد والله انا يوم اسالك قبل شوي يوم اقول لك رقم ولا رقمين اللي باقي لك رقم ولا واللي انت اللي مجمعها رقم ولا رقمين والله شيء خصني طيب طيب انا اوريك اذا انتهى الماب وانتهى التصوير وقلت لي كم نقاطك من المعلم والله انا قاعد اركز معليش يا ريان يعني هالاشياء قاعد اركز فيها انا احس انك ناقص واحده بس عني احس يعني وقعدت ماشي الموضوع انه اوه ماي جاد كم معك كم تبي انت هذه هذه فوق تروح لها تكفى ايزي شفت كيف الو راح راح ايزي اقسم بالله قلت ايش عندي على بالي انك طحت يا ساتر يا ساتر يا ساتر يلا رح 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 واو وراي احسب انها بتجي قدام شكلك الحمد لله وش ذا وش ذا وش الليفلات وش الليفلات هذا قاعد يخربط درع فوق بس ما عليك والله يا ليفل غريب ما في موت اصلا ما بقى الا 15 مرانا اوكي هذه تحت نطيت من فوق ولا تحت والله ايه خصك انا ودي افيدك كلها نفس المكان لاحظ انت نسيت ايه صح اوكي فاينل سكشن لا 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 عم تطيح لمن امها داعي والله اني رقيت يا شباب والله رقيت ما ادري كم تصير مده المقطع يا اخي ايش في امها هذه تروح او ماي جاد ها 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 ايش في ايش في وات از ذس ايش هي الجلتشات بجيك تكفى يا عيال رقيت فوق الثانيه طيحني يا عمي هذه مقلتشه مره والله من جد هذه هذه والله يا انها مقلتشه مره ورقيت على واحده تكفى سلو خذني معك لا اقطع من الخبره خذني معك اهرب مت؟ اي مت الزبده انك اذا وصلت لهذه هذه وشو؟ هذه مويه وات؟ وات؟ نزلت تحت عندك يا عمي الليفل اللي يلحس المخ اوكي اها لا ما تجي معي ما ينحسب ما ينحسب قايل ما يحسب ما يحسب خلاص ما يحسب لا لي ولا لك لا 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 مو على كيفك انا جاي قبلك الله يخليك اللي يوصل اول له 70 نقطة. إيه والليفل ورا ولا قدام ضيعت أنا. من هنا. وأني خاف أطيح أقسم بالله خاف أطيح. هذه تراها تدفع انتبه. أوكي. يوم. حتى ما حطت اللي يتمسك. أوكي هذه كذا. في أمة ذا. يا عمي الليفل غريب يا عمي الليفل غريب. بدي آخر شيء خربط شوي. ألو دخلت عندي في اللاذ أنت. والله أنا قاعد أمشي صدق. ألو. واو 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 وش قاعد تسوي انا الو شرطه انا معك معك لا 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 لا
والله ما ادري ايش قاعد تسوي. الو وصلت؟ طالع باكيت فلوس فوق يسار وصلت كيف ما ادري لا تسالون. والله حرام والله حرام. يا رب يا رب يموت 70 موتة يا رب. ليتس جو الحمد لله. شكلك جاي متحمس من الليفل اللي قبل شوي. ايش في هد اللعب؟ اوكي زحلقه. خذني معك تكفى يا رب. يرفع ام الغبن يا اخي والله انك محظوظ والله انك والله واضح انه ناقص مننا كثير سيكريت. لا سلامة طقطق الجوال قمت اناظر تيك توك. ايزي يا عمي ليفل غريب ويعمل عين كله شفاف شفاف ما ادري شلون جاي يا عمي الليفل عمي الليفل. تكفى لا تكفى الا هذه يخبزك ذا ولا ما يخبزك هذا السؤال. والله اوكي لا عديت انا ايه وانا اروح. هلو هذا يرجعني كل شوي هلو والله يرجعني ما ادري. خلي خلي الكيبورد والماوس عشان هو يزحلق وتلمس الباونسر على قدام. ايوه راك ضام ام الجدار راك ضام ام الجدار. انا قاعد اسوي نفس اللي قلت لي تخلل هذا. سلام شوف اول شيء الباونسر الاولى يرجعك اللي فوق صح. شوف خلاص الحمد لله سلام. وش كذا ها ايش اسوي وش اسوي علمني حرفيا ما سويت شيء. تعال ايوه اضغط خلاص ادري ادري مش فيك سبيسك مش فيك متناظر انا الله يخلص اكس. اوكي والله والله انا بغض من نفسي والله يا شعباب انه دايخين والله المفروض ما في فلوس في فلوس غصب من عليك $500 اذا فزت انا شوف نخصمها من العشاء راك. بديت افكر فيها بديت تخاف ها والله العظيم بديت تخاف. خل هو يمشي من نفسه ها. لا 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 بيوديني 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 رياض. الله والله ديم حلو النهايه نايس. شوف الجدي شوف الجدي والله فخم والله نايس فخم بس طيب. الماب كيف مكون ما ادري. نجي الحين نجي اصبر اول شيء ناخذ السيكرت بيرميد. لا ناخذ الموتات طيب لانه هو الشيء الفاصل هذا. بسم الله يا رب. 2-3 يا ساتر فرق 3 موتات. المشكلة بيرميدز انا متاكد مليون بالمية ان عندك اكثر. كم والله يا ريان نشب ذاك الليفل اللي قبل كم قبل 3 ليفلات 4 ليفلات نشب ترى صدق والله البيرميدز. كم انت؟ انا 11 ذمتك 11 والله 11 كم انت؟ يووو يعني حتى لو فرق موتات وطالع فوق اتوقع انك 17 صح؟ ها؟ 17 والله 17 دايم نايس. تدري يوم اسالك عن رقم الرقمين انت قلت لي استهبل انت رقمين بالراحة انا كنت 7 وانا قاعد اقول لك وش ذا في والله في اشياء كانت واضحه في اشياء كانت راجعه لورا ما ادري كيف ما اخذت كل الدرع ما ادري اللي خلتك تسبقني كم ليفل اللي جابت فيك ليه اي جابت في ام العيد متحمس $500 احسبه قدامه هي وراها بلا انا اوريك المره الجايه يقول اخصم حق العشاء. يعطيكم العافيه يا مشاهد ان شاء الله استمتعتوا. قناه ريان ديسكريبشن وكود الماب اللي هو غالبه في الديسكريبشن. لا تنسون اشتراك اللي ما اشترك نراكم على خير في امان الله. سلام.